بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم مهندس علاء شعراوي من قناة الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنكمل فيديوهات الأركام أركتكتشر. النهاردة بأمر الله هنعمل كنبة أنتريه عليها كل وشباك، الشباك ده باين منه القمر. تعالوا نشوف مع بعض كده إزاي نقطع الشكل ده، يلا بينا. طبعا أول حاجة نبتدي بيها يا جماعة الحاجات اللي هي الرأسية دي او الحاجات الصغيرة زي ما اتعودنا قبل كده بالمنظر ده كده. اي خط رأسي يتعمل بالشكل، بس خلي بالنا هنا كان في الحتة بتاعت القمر عشان دي لازقة في الموضوع، فهنقطعها، خلي بالنا ان احنا ما نقطعهاش. وده الشباك عادي جدا بالشكل ده. يبقى بنقطع الخطوط الرأسية بالمنظر ده، خلي بالكوا في الحتة دي يا جماعة اهي، يبقى هنا في فراغ. طبعا في نهايه الفيديو انا بخلي لك الرسمه عشان لو حبيت تعملها او تقطعها بعد كده. دلوقتي انا شغال في الحاجات اللي هي الافقيه بالمنظر ده كده زي ما حضراتكم شايفين، بنقطع كله كده وهكذا. بص بقى هنعمل بقى الحته بتاعت القمر دي، نخلي بالنا يا جماعه نحاول نلف الورق، يا اما تلف ايديك بالمنظر ده عشان يجي معاك الكيرف بتاع القمر كويس. تمام، بتاخدها واحده واحده بالشكل ده كده. شوفنا بلف الورق يا جماعه ازاي، زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده انا فاضل لنا الكيرف ده، يبقى كده القمر خلاص عمل. تمام، بعد كده نبتدي ناخد الحاجات اللي هي الرأسيه اللي هنا. بص بقى بالنسبه للكلب ده، على فكره ده الكلب كله ده، فنبتدي ناخد الحاجات الرأسيه دي، ممكن بغير مسطره عشان حته صغيره اهي مش محتاجه مسطره ولا حاجه. الحاجات لما تكون مش كبيرة هناخدها بالمنظر ده. هنا بقى في عندي العين، نخلي بالنا هنا محتاجة القطر الرفيع ده عشان العين هنا لازم تبان مجسمة شوية، فبناخدها على مرتين كأنك بتعمل هلال على صغير زي ما انتم شايفين كده. بنعمل العين دي والعين التانية زيها بالظبط اهي. تمام، بعد كده فاضل المراكير. بالبق بتاع الكلب بالمنظر ده كده. يبقى هنا لما يكون معاك قطر رفيع زي ده تقدر تتحكم فيه زي ما انت شايف كده. تلف الورقة على قاعدتك عشان تعرف تجيبها مظبوط. تمام كده، بعد كده فاضل لي بقى الودن. الخطوط المنقطة دي انا ماليش علاقة بيها خالص ولا هجي جنبها. ده كل ده سليم، الودن هنا سليمة، فباخدها بقطعها عادي جدا اهي واسيب المنقط. نمسك بعد كده بقى الخطوط الخارجية كده بالمنظر ده بالمسطرة، ممكن ناخد القطر الكبير عشان هيبقى سهل علينا. يبقى هتلاقي هنا الموضوع مش هياخد معاك ثواني بالمنظر ده. دي الجوانب بتاعت الكنبة.
طبعا ما قطعتش لسه الكيرف بتاع الكنبة، هخليه دلوقتي بعد ما اخلص الخط الرأسي، يعتبر اخر حاجة انا بعملها هي دي، وبعد كده نطبق الرسم. كده فاضل لنا الكيرف اهو، نمشي معاه واحدة واحدة كده. شوف انا بلف الورقة ازاي يا جماعة مع القطر بالمنظر ده كده اهو، واحدة واحدة عشان ما يبص منك الشكل، يبقى منظرها جميل. تمام، بس كده احنا فاضل لنا بقى نشوف هنتني ازاي. طبعا بعد ما فرغنا كده الشباك هنبتدي بقى نتني الحاجات المنقطة زي ما احنا قلنا. احنا كل اللي احنا عملناه يا جماعة قطعنا الخطوط الرئيسية، بس تعالوا بقى نشوف هنتني ازاي. نمسك بقى الحاجات اللي هي الأفقية دي، احنا قلنا لما بتكون لازقة في الورقة زي ما اتعودنا قبل كده كنا بنتني كده، شايفين؟ كمان شايفين كده اهو، اهي المنظر ده كده. دي هتتني، بص دي هتتني العكس على طول، تأكد تماما ان دي هتبقى كده، لان بص احنا تمام اللي بنعمل واحدة كده والتانية لازم تكون عكسها اللي هي دي، عشان تديك العمق بتاع الايد بتاعت الكنبة. تمام، شايف كده؟ دي نفس الفكرة. المنظر ده كده، دي هتبقى لفوق. بص هتلاقي هنا المسند اتعمل معاك اهو، ماشي. نيجي بعد كده دي هتبقى بالشكل ده للداخل عشان تديك العمق اهو، شايفين كده؟ عشان هو ايه اللي المفروض ان الكلب ده هيبقى قاعد على على الانتري ده او الكنبه دي بالمنظر ده. بنتنيها بالشكل ده كده، شايفين؟ يبقى شايف الخط النقط ده بنمشي معاه يعني عكس بعض. شوف دي كانت ازاي، طب دي كده. تمام يا جماعه، تمام. يبقى احنا بنتني دي زي ما شايفين كده، ونتني دي بالمنظر ده كده، ودي هتبقى لفوق طبعا. طيب كمان عشان تبان اكتر، شايفين الحته بتاعت الورقه نفسها اللي هي دي اهي؟ بص لما مجرد ما بتنيها يا جماعه هتلاقي الكنبه بقت لوحدها، بقت طالعه لبرايه، يعني هي هتساعدك. يعني انت مجرد ما بتعمل دي كده وتعمل دي زيها هتساعدك في شكل الكنبه، شايفين كده يا جماعه؟ اهي بالمنظر ده كده. طيب نيجي بقى لعند الجزء اللي فوق ده، اللي هنا ده هيبقى لفوق، اللي هو الجزء ده يا جماعه اللي هو ده. لو احنا مسكنا من هنا كده شايفين دي؟ بس ايوه تمام، هتبقى بالمنظر ده، ماشي ماشي. بقى احنا قلنا دي هنتنيها كده يا جماعه اهي، ودي العكس كده، يعني لو عملنا حتى كده تطلع معانا ايه بالشكل ده. تمام، نيجي بعد كده نمسك بقى الكلب ده، هنبتدي الوش بتاعه، شايفين يا جماعه الوش اهو ده لبره كده اهو عشان يبان معانا الشديد. هتلاقي حتى مراخيره ظهرت معاك اهي، بالنسبه دي هتبقى لفوق العكس، دي احنا ما قطعناهاش عشان كده عامل لنا مشكله، او مش مقطوعه كويس بس. تمام، عشان يطلع معانا لفوق بالمنظر ده كده، دي هتبقى بص خلي بالك احنا عملنا الوش ده كده، يبقى ايه الراس دي هتبقى كده. تمام، بالمنظر ده ودي زيها بالظبط، دي هتبقى بالمنظر ده كده. اللي لازقه في الورقه احنا قلنا قبل كده لازقه في الورقه بتكون ايه لفوق، لفوق بالمنظر ده كده، شايفين كده؟ عشان يبان معانا كده الكلب اهو 3 دي. استنى بقى نتنيها بس من هنا كده نشوفها عشان تبقى معانا مظبوطة اهي. تمام كده مظبوطة جدا. نيجي بقى الرجل بتاعته تبقى كده، الرجل بتاعته لفوق اهي، هنلاقي الكلب هنا بقى مجسم يا جماعة بالمنظر ده.
شايفين كده يا جماعه؟ تمام. يبقى احنا لو ابتدينا دي لفوق اهي عشان تدينا الشكل بتاع الجسم بتاع الكنبه، دي عكسها. بص هنلاقي هنا الشكل ابتدى يبقى 3D زي ما انتم شايفين. بص كده الودن بتاعت الكلب هيعمل باينه معاكوا اهي، تمام. وادي الوش وادي الرجل اهي بالمنظر ده. يبقى هنا لو عملنا بصينا للمنظر كده يا جماعه هنلاقي الرسمه مجسمه بالمنظر ده كده. يبقى احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. نورتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.